توقعاتك لمباراه مصر والكون؟ ان شاء الله باذن الله مصر ربنا يكرمها وتفوز ان شاء الله، وهنفوز 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله برضه 2-1 ان شاء الله، هي مش هتبقى بعيده قوي، ممكن مثلا 1-0 2-1 بكتير قوي ان شاء الله، المهم ناخد 3 نقط باذن الله يعني. ان شاء الله 2-0 2-0 للمنتخب المصري ان شاء الله. ماتش صعب جدا 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 جدا، يعني يا اما تعادل يا اما 2-1 مش اكتر من كده. هي شكلها تعادل. باذن الله هنكسب 2-1. ممكن محمد صلاح، والتاني ممكن عبد الله السعيد. نحب مصر كده الخير والسلامه، اكسبوا 2-1. 1-0 لصالح مصر واللي سجله محمد صلاح ان شاء الله باذن الله. يعني تقريبا ممكن 2-1 لمصر. ان شاء الله مصر تكسب 2-1. ان شاء الله مصر تكسب 3-0. مصر تكسب باذن الله 2-1. لا ان شاء الله هنكسب 2-0. ان شاء الله 2-0. لا ان شاء الله ربنا يكرمنا، بس انا عندي تحفظ على غياب وليد سليمان، يعني بكلمك بكل صراحه، يعني وليد سليمان احسن لعيب في مصر حاليا، فلازم يبقى موجود، بس ربنا يكرمنا ان شاء الله. يعني نكسب 2-0، يعني هتبقى نتيجه عاديه يعني 2-0 ان شاء الله. اتوقع ان المباراه دي ان مصر تخلص ثأرها وتغلب 2-0 ان شاء الله. كل هتكسب 2-0، لان احنا عندنا خط الهجوم عقيم ان شاء الله باذن الله. مصر عندها الحميه اليوم من دول باذن الله انها تثبت وجودها في وسط قاره افريقيا وسط العالم ان شاء الله، والمكسب لينا باذن الله.